قوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين مؤمنين محسنين غير خزايا ولا مفتونين، برحمتك أرحم الراحمين. أحينا على سنة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتوفنا على ملته، وأعذنا من مضلات الفتن، برحمتك أرحم الراحمين. اللهم شفعه فينا. اللهم يا رب العالمين، اسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، ولا تحرمنا رؤيته ولا صحبته ولا زيارته ما دمنا أحياء، وفي موتنا وفي برازخنا وفي حشرنا ونشرنا ويوم القيامة. ولو أدخلتنا الجنة يا رب العالمين جعلنا بجواره، فإننا نشهدك أننا نحبه، والمرء مع من أحب. احشرنا في زمرته يا رب العالمين، وحققنا بحقائق أهل القرب، واسلك بنا مسالك أهل الجذب، ونورنا بأنوار حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمدنا بمدده. اللهم يا رب العالمين، بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا، وفي ذرياتنا، وفي والدينا ومشايخنا وأحبابنا والمسلمين أجمعين، برحمتك أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب في فقه للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين أمين، في فقه السادة الشافعية. وبدأنا في يوم الخميس الماضي في أحكام السلم، والسلم من ضمن العقود التي شرعها الشارع للمسلمين على سبيل الرخصة تيسيرا لحياتهم، حيث أنه يتم فيه شراء ما ليس عندك. قد نهى النبي أن تبع ما ليس عندك كده برضو، وبالرغم من ذلك أجاز السلف والسلم وهو بيع ما ليس عندك، ولكن موصوف في الذمة تيسيرا على الأمة، فهو على خلاف الأصل، وبالتالي هو من ضمن العقول التي تأتي على خلاف أصل الشرع تيسيرا على الأمة، زي عقود العراية فيها علة الربا وأجازها النبي. لما تكلمنا بباب الربا عرفنا أن العراية فيها علة الربا، وهي عدم تحقق التماثل في الجنس الربوي، ورغم ذلك أجازها النبي واستثناها من وسط الربا وجعلها في حدود 5 أوسق. ففي عقود يجزها الشارع من باب التيسير على الأمة، وإن كانت هي على خلاف الأصل، يعني لو قعدت القواعد وجدت ان هذا العقد يكون باطل، لكن تجد ان الرسول بالرغم ان هذا العقد باطل يجيزه للامه لعموم الحاجه اليه، لعموم الحاجه اليه، لان قد يكون الانسان يستطيع ان هو يصنع شيء، عنده مهنه لكن ليس عنده راس مال، فياتي الانسان اللي هو محتاج هذا الشيء، ياتي يذهب لمن بيده الصنعه، يعطيه المال الذي يشتري به الخامات ويصنعها له، ثم يسلمها له بعد فترة، وكأنه يشتري شيء غير موجود، أو ده عقد السلم كده. بس علشان عقد السلم بهذه الصورة عقد على سبيل الرخصة، تأتي القيود لتقيده حتى لا يكون فيه غرر زائد، لأن الغرر إن ممكن الإنسان يعني يحصل خلاف في العقد، أو لأن الحاجة دي مش هي اللي أنا متفق عليه، ممكن نتخانق مع بعض ويحصل مشاحنة ويحصل مشاكسات، وجاء الشرع لرفع المشاحنات، فالعقد ده ممكن يؤدي الى المشاحنة، لانه ممكن اتفق معك انك انت تستورد لي بضاعة معينة بصفة معينة، فلما تستوردها وتبذل المجهود وتدفع الاموال وبعدين توصل، اجي اقول لك لا مش هي دي النوع اللي انا عايزه، طب ما يحصل شحان، طب وانا هشيلها بقى فين اذا كنت انا جايب عشان تاخدها، يحصل بقى مشاحنات ويحصل مقاضاة عند القضاء. فعلشان تقل هذه المشاحنات والمشاكسات بين المتعاقدين في مثل هذه العقود، تكسر القيود علشان يقل الموجود، عشان يقل التعامل على هذه العقود اصلا، تبقى للضرورة بس. فمن ضمن هذه القيود اللي احنا تكلمنا عليها انه يشترط في المسلم فيه، لان احنا قلنا عقد السلم ده عبارة عن عن عاقدان وعن
شيء في الذمة اللي هو الشيء اللي أنا أريد أن أشتريه غير موجود يسموه مسلم فيه، لأن أنا سلمت لك المال من أجله، يسموه مسلم فيه. المسلم فيه ده الشيء الموصوف في الذمة. طيب والعاقدين اللي هو ايه؟ مسلم ومسلم له. مسلم اللي هو انا اللي ايه اللي بسلمك المال، ومسلم له او اليه اللي هو هيحضر لي الشيء المطلوب، ادي العاقدين. ومسلم اللي هو المال اللي انا دفعته، ومسلم فيه اللي هو الشيء اللي هيجيبه لي، مش كده برضو؟ وصيغه اللي هي ايجاب وقبول. طب المسلم فيه ده بقى اللي هو غير موجود الان ده يشترط فيه عدة شروط وقيود علشان يقل التشاحن وايه والتباغض عند اتيانه، بحيث ان يبقى فيه طريقة الزام معينة. اما اجي نروح للقاضي اشتكي، يقوم القاضي ينظر للشروط وينظر للبضاعة اللي جت هل متوفرة فيها الشروط، لو لقاها متوفرة في الشروط يلزمني بالعقد ويقول لي استلمها لانها متوفرة الشروط، يبقى عندي عقد مكتوب فيه الشروط، عشان لما يحصل تشاحن القاضي يبقى عنده شروط يعرف يتحقق من وجودها او من عدمها. الشروط دي كنا احنا وقفنا عليها، احدها قال لك ان في شروط خمسة. احدها ان يكون المسلم فيه مضبوطا بالصفة التي يختلف بها الغرض في المسلم فيه، بحيث ينتفي بالصفة الجهالة فيه، ولا يكون ذكر الاوصاف على وجه يؤدي لعزة الوجود في المسلم فيه كلؤلؤ كبار وجارية واختها او ولدها. يبقى ايه؟ لازم يكون مضبوط بالصفة، وتكون الصفة دي سهلة الوجود مش نادرة. ما اقول له الصفة نادرة، طب ما هو النادر ده ما يني بعجزه ما يعرفش يحصلها لي. زي ما اقول له انا عايز منك لؤلؤ، مداني المثال هنا مثلا كان لؤلؤ الكبار، يعني اقول له انا عايز جوهرة ماسة يكون وزنها مثلا نص رطل، طب دي هيلاقيها فين دي؟ دي حاجة نادرة، دي ممكن تبقى موجودة مرة كل ألف سنة على ما يلاقوا حاجة زي كده، طب هيجيبها لي منين؟ كأني بعجزه. يبقى ده ما ينفعش فيه عقد سلم. ليه؟ إذا اشترطت وصف نادر الوجود ما يبقاش عقد سلم. نقول لا ده مش عقد سلم، أما تبقى تجيبها وتحصلها بقى أنا أشتريها. لكن ما نعملش عقد عليها لأن دي نادرة الحصول عليها. يبقى عقد السلم لازم تكون الصفة المنضبطة صفة سهلة الوجود ليست عزيزة الوجود، علشان يستطيع الإنسان ان هو يقدر يحصلها لي ويدهان. فهمتني ازاي؟ دي اول شرط. والثاني ان يكون جنسا لم يتخلط به غيره، ويكون جنس واحد مش مختلط بغيره، لان لما يختلط بغيره النسب تختلف وانا ما شفتش الاختلاط ده، فممكن هنا ادي فرصة للغش يحط لي حاجة على حاجة. طب انا متصور ان النسبة دي بتبقى مناصفة 50-50، يروح هو حاططها 60-40% او يحطها 70-30%، طب انا هقيسها ازاي دي؟ ما هو اتخلطوا خلاص. يبقى ده ما ينفعش يبقى عقد سلم. ما ينفعش اتفق معاه على عقد سلم يكون الخامة اللي انا هشتريها عبارة عن خليط من غيرها. لازم تكون، علشان الخليط من غيرها ما اعرفش انا اصنفها، ما اعرفش اضبط الغش. انا كده بديله فرصة يغشني. طيب افرض ان انا عايز حاجة مختلطة ببعضها، ما اشتريهاش عقد سلم، اشتريها عقد بيع وهي جاهزة قدامي ادوقها اشوفها بعيني اشتريه، لكن ما اتفقش معايا يصنعها لي، وعشان كده ما ينفعش عقد السلم في شيء مطبوخ، في هريسة، في كعك، في بسكوت، في جاتوه، كل ده يتلعب فيه، يلعب في نوع الدقيق ويلعب في نوع السكر ويلعب حاجات كتيرة تتلعب فيه. لما يبقى يعمله ابقى اروح اشتريه، يبقى عقد بيع مش عقد سلم، لان الحاجة قدامي. يقول لك العينة بينة، دوق يا سعادة البيض، سعادة البيض دوق حلوة اديني، انما انا كده ما بدوقش في عقد السلم، انا ما فيش قدامي حاجة. فاما اجي اتفق معاه واجي استلم اقول له لا ده انت كده سويتها زيادة، انت حرقتها، انت حطيت السكر قليل، انت حطيت نوع القمح اللي انا مش عايزه، ونعمل خناقة كبيرة، واخد بالك تنتهي للاسم وللقاضي. الشرع عايز يقفل الباب ده، باب المشاحنات. علشان كده قال لك عقد السلم ما ينفعش في شيء مختلط بغيره لصعوبة ضبط ايه الغش. واضح؟ ان يكون جنسا لم يتخلط به غيره، فلا يصح السلم في المختلط المقصود الاجزاء التي لا تنضبط كهريسة. بديك امثلة، والهريسة اللي هي زي البسبوسة يعني، ومعجون
كل المعاجين والكريمات والحاجات دي كلها دي مختلطة ببعضها، ما ينفعش في عقود سلم، تنفع بقى عقود بيع بس، تبقى الحاجة جاهزة متصنعة وانا اروح اشوف العينة واشتري، اشتري على عينك، يقول لك على عينك يا تاجر، طريقة المصريين يقول لك ايه، على عينك يا تاجر، اديك انت شايف عايز يا زبون اشتري، مش عاجبك امشي. فهمتني ازاي؟ يبقى اسمه عقد بيع بقى، لان البضاعة موجودة حاضرة، انما السلم البضاعة مش حاضرة. فان انضبطت اجزاء صح السلم فيه، في انواع بقى بتبقى صحيح مختلطة بغيرها لكن منضبطة في الاجزاء، زي الجبنة وزي الزبدة، دي منضبط صحيح محطوط عليها انفحة، لكن الانفحة مش مقصودة لذاتها، ده الانفحة مقصودة بس انها تجمع لي الجبنة وتديني نكهة فقط، لكن هي يختلف الجبن باختلاف نوع اللبن. عشان كده لما اقول له انا عايز جبن اقول له جبن مثلا جبنة من لبن بقر او من لبن جاموس او من لبن مثلا جمال او من لبن معيز، لانها تختلف طعمها، لكن ما اقولوش جبنة واسكت، لازم احدد له كمان نوع اللبن اللي هيعمل لي منه الجبنه في عقد السلم كده، واخد بالك؟ وكذلك السمن او الزبد، لازم احدد له نوع اللبن اللي هيطلع لي منه الزبد، والقشطه نفس الحكايه. وعشان كده ايه، يصح في منضبط الاجزاء. والشرط الثالث مذكور في قوله ولم تدخله النار لاحالته، لان اي شيء تدخله النار تغيره لطبيعه جديده انا مش عارفهاش، قد تكون الطبيعة الجديدة دي تجعله مثلا ايه اسوأ مما اظنه، او انه هو ناضج زيادة عن اللزوم، او انه اتحرق هيتغير. يبقى اي حاجة تدخلها النار ما ينفعش اشتريها وهي في الذمة، لان انت ممكن تحطها في الفرن وتنساها تقوم تتحمش شوية، هو ما نجي اتخانق معاك اقول لك لا انا ما كنتش عايزها محموشة كده، انا كنت عايزها في اول نضجها، نعمل خناقه. طب وهو اللي سواه ده هيوديه فين يعني؟ ده عمل لك 1000 قطعه هيوديها فين لما انت ترفض تستلمها؟ فيقول لك لا انت بقى عايز تخبز وتلمس النار ما تعملهاش سلم، اخبز الاول واعرض في الباترينا، زي الافران، الافران كلها خبزه وحاطط في الباترين، الناس تروح اديني كيلو من ده نص كيلو من ده، شايف مش عاجبك امشي، واضح؟ يبقى ايه، ولم تدخله النار لاحالتي بان دخلته لطبخ او شيء، فان دخلته النار للتمييز كالعسل والسمن صح السلم. يا صح السلم لو كانت النار هدفها تمييز الشيء اللي انا عايزه مش احاله الشيء اللي انا عايزه الى النوع الثاني. يعني السمنه بتظهر امتى؟ لما تيجي الزبده تتعرض للنار تقوم تفصل السمنه من المرطة، يبقى هنا دخول النار يفيدني لان انا عايزها سمنه، واضح؟ العسل برضو في بعض انواع العسل عشان تنفصل عن الشمع محتاجة تتعرض للنار، وانا متفق معه على عسل، فيجوز السلم في العسل وبعد تعرضي للنار لايه، علشان هنا بيميز النوع اللي انا عايزه مش بيخلط النوع اللي انا عايزه، في فرق بين النار تيجي للتمييز او انها تأتي النار للخلط. فاذا كانت النار للخلط والاحالة ما ينفعش في عقد السلم، واضح؟ وفيه والرابع اللي هو الشرط الرابع، ألا يكون المسلم فيه معينا بل دينا. فلو كان معينا كأسلمت إليك هذا الثوب مثلا في هذا العبد فليس بسلم قطعا، ولا ينعقد أيضا بيعا في الأظهر. يعني ما يبقاش في شيء معين، ما هو معين يعني أنا شايفه، طب ما احنا عارفين السلم إن أحد طرفي العقد مش موجود، فإزاي يبقى سلم وأنا شايفه قدامي؟ فهمتني ازاي؟ فما يبقاش شيء معين، اقول له هذا الدينار، يعني الدينار ده بالذات بعينه ما ينفعش اي دينار بديل ليه، الدينار ده بس في هذا الثوب بس. فهمتني ازاي؟ ده ما ينفعش يبقى عقد سلم بهذه الصوره، لان عقد السلم احد الطرفين مش موجودين، وتعيين شيء بعينه قد يؤدي الى عدم القدره على تحصيله او ضياعه. يقول له اصل الدينار اللي انت اديتوني وقصدت فيه ده حطيته في وسط الدنانير واختلط مش لاقيه، مش عارف هو فين. يقول له لا انا كنت عايز الدينار ده بالذات في مقابل الحاجه دي بالذات، ما ينفعش. فهمت؟ يعني تعيين الشيء زي ما تقدم مثلا انت ايه ورقه مثلا ب 100 جنيه برقم معين، تقول له انا الورقه ام 100 جنيه اللي صاحبه الرقم ده انا عايز بيها تجيب لي البضاعه الفلانيه، او ده عينتها
لكن اما اديله اي ورقه ب100 وخلاص، اي ورقه مش متعينه مش مقصوده لذاتها، فهمت ازاي؟ لان ده برضو يؤدي الى النزاع. والخامس الا يكون من معين. وما ينفعش برضو يبقى استلم من شيء معين محدده. اقول له مثلا ايه، نمر كده في غيط او ارض فيها مثلا 100 نخله، والنخل طالع منه البلح حلو جميل، ثمر جميل، منه احمر ومنه رطب ومنه اصفر، اقوم اقول له ايه، هديك الالف جنيه دي وتديني 5 طن من الايه، من العشرين نخله دول بس. ما ينفعش. لكن لو اقول له من الغيط ده كله معلش، لان اما اجي اقول له من العشرين نخله دي وتديهم لي بعد شهر، ما هو استلم كده بيبقى على اجل، يوم يجي لي بعد شهر يقول لي شوف النخلات اللي شاورت عليها سبحان الله جالها افه، ما قدرتش احصل لك منها ال10 طن، انا يا دوب جبت لك منها بس 5 طن، هو ده اللي قدرت احصله، لان انا عجزت، انا قيدته بنخلات معينه بشجرات معينه من وسط الغيط، عينت له حاجه وتديني منها، ما ينفعش. لكن اما اقول له من الغيط كله، يقدر بقى يحصل لي من هنا على هنا على هنا، يقدر يجيب لي البضاعه اللي انا عايزها. انما لما قيده اعجزه، ولو عجزته يعمل نزاع، يبقى طالما فيها تعجيز ونزاع يبقى يقول لك ده ما ينفعش عقد سلم، روح، ما ينفعش، يفتح الله. المصريين يقول لك يفتح الله، يعني مش هنعمل العقد خالص. كل واحد في سكته، فهمت بقى المساله؟ نيجي نقرا بقى كلام الشيخ البيجوري على الكلام ده في التفصيل، فبيقول ايه؟ أحدها أي أحد الشروط الخمسة، وقول أن يكون المسلم فيه مضبوطا بالصفة، أي أن يكون له صفات تضبطه وتعينه ويعرف بها، كما أشار إليه الشارح بقوله، يعني أنا مثلا هتفق معاك أنت راجل نجار موبيليا محترم، أنا عايز تعمل لي أوضة سفرة أو أوضة نوم، أتفق معاك بالكتالوج، شايفين الكتالوج يبقى اخترنا الموديل، وبعدين اتفق معاك على نوع الخشب كمان، واتفق معاك على لون الخشب، واتفق معاك على الاوكر، واتفق معاك على كل التفاصيل اللي هي علشان تبقى كأن الاوضه حاضره، ونكتب عقد حجره نوم مكونه من كذا وكذا وكذا، طول السرير كذا في كذا، طول الدولاب مش عارف ايه، كل حاجه يعني موصوفه، نوع الخشب كذا، نوع القشره اللي عليه كذا، قشره ارو، قشره مش عارف ايه، على حسب الانواع الموجوده، اللون عايزه لون هافان، عايزه لون مش عارف بني غامق، عايزه، والدرجه متفق عليها ومرفق ايه صوره منها، ويبقى في قصائص بالالوان معروفه، حتى الالوان عملوها ارقام الوقت، تروح كاتب رقم اللون كمان، كل ده اتفاق علشان ايه؟ يبقى موصوف منضبط. لكن ما اقدرش اقول له اعمل لي حجره نوم وما حددلوش نوع الخشب، وبعدين يوم ما يجيبها لي اقول له ايه انت عملتها لي زان، لا انا كنت عايزها خشب ارو، انا كده مش عجباني، طب ما قلتليش ليه من اول، يبقى لازم احدد نوع الشيء نفسه، صفته ونوعه ولونه وطوله وعرضه ان كان له طول او عرض، وعدده ان كان ليه عدد، حجره سفره عايزين نعملها 6 كراسي ولا 8 كراسي، طب 2 من الكراسي الـ8 يبقى ايه، ليهم مساند ولا ما لهمش مساند، طب ونوع القماش اللي على الكرسي، كل ده لازم يذكر، والا هيبقى محل نزاع، لان هو هيتصرف من مخه، وما يتصرف من مخه ممكن يجيب حاجه مش على ذوقي، نقوم نعمل ايه؟ نعمل اشكال مع بعض، عشان كده يقول لك لازم توصفه. مضبوطا بالصفه اي ان يكون له صفات تضبطه وتعينه ويعرف بها، كما اشار اليه الشارح بقوله بحيث ينتفي بالصفه الجهاله فيه، وقول التي يختلف بها الغرض أي المقصود بخلاف التي لا يختلف بها الغرض، كالكحل بفتحتين والسمن بكسر ففتح في الرقيق، فمن اللي يدي لك مثال في الرقيق، لأن الرقيق كانت بضاعة بتباع زمان، الإنسان ده كان زمان يضرب عليه الرق ويبقى بضاعة يتباع في المحل، يتحط في فاترينا كده وتروح تنقي، أنا عايز الولد ده، أنا عايز البنت دي، أنا عايز، وتختار كده، أيام ما كان في أسواق رقيق، تتملي يدي لك الأمثلة في الرقيق لأنهم كانت بضائع بتباع في هذه العصور، كان لسه، ويبتدي بالرقيق ليه؟ لأنه الرقيق آدمي والآدمي مكرم على الحيوان، ما أحسن ما يجيب لك مثال في الحيوان،
فيجيب لك بمثال بالادامي لان الادامي مكرم. فهمتني بقى ازاي؟ ادي السبب. احنا الامثله دي لو هنكتب فقه حديث مش هنجيب سيرتها دلوقتي، لان ما بقاش عندنا اسواق رقيق، ما بقاش في رق، ما بقاش في الحاجات دي. لكن ندي امثله ثانيه، نقول لهم مثلا الموبايل، نقول لهم مثلا المحمول، التلفزيون، حاجات ما كانتش ايامهم لكن دلوقتي بقت عقود بيع عليها، السيارات وموديل السياره والاوبشنز اللي فيها والاختيارات المختلفه وهكذا. يبقى كل الحاجات دي كل عصر ليه البضائع بتاعته المناسبه ليه، لكن المهم تبقى منضبطه بالصفه ومنضبطه بما يعينها، ولا تضر الصفه التي لا تؤثر في الوظيفه. فهمتني ازاي؟ زي ادالك مثال هنا كالكحل، يعني اقول له انا عايز ولد رقيق يكون عينه كحله من غير كحل. دي بتبقى مين؟ لما يبقى رموشه تقيله شويه زي النبي كده، كان اكحل العينين دون كحل، لانه كانت اهدابه طويل الاهداب، اهداب العين اللي هي الايه؟ اللي هي الرموش. كانت رموشه طويله سوداء، فكانت تدي ظل على الجفن، فتفتكر ان الجفن عليه كحل وما فيهوش كحل. فبتبقى من علامات الجمال لانها كانت في النبي موجوده. لكنها ليست مقصوده لذاتها، يعني مش هيفرق حاجه كتيره انه يبقى عنده كحل في عينه او ما عندوش كحل في عينه، او واد بيخدمني وخلاص. مش كده برضه؟ فاما اقول له انا عايز رقيق يكون عنده كحل في عينه، هذه صفه مش غير منضبطه ومش هينبني عليها حاجه، فما فيش داعي انها تذكر لانها اصلا مش هينبني عليها خلاف في الخدمه ولا في المقصد. او اقول له انا عايز مثلا رقيق او امراه مثلا اما تكون وزنها مثلا 120 كيلو، يكون بيحب الستات السمان. يعني ايه 120؟ يعني هقعد انا اوزنها؟ هو انا هبيع عجل؟ صعبه دي، فما يحددش لا سمينه ولا مش سمينه. طب افرض هو عايز سمينه، يروح يشتري من البضاعه الحاضره ينقي قدامه، لكن ما يبقاش سلم. طب افرض انت عايز تجيب واحده رفيعه او واحده سمينه، روح اشتري من البضاعه الحاضره. لكن انا ما وصيش على حاجه مش موجوده، واختار صفه قد لا تتحصل. فهمتني بقى ازاي؟ ادي القصه اللي هو عايز يقولها لك. والسمن بكسر ففتح في الرقيق، قوله بحيث ينتفي بالصفه الجهاله فيه، تصوير لكونه مضبوطا بالصفه، وقوله ولا يكون ذكر الاوصاف الى اخره، عطف على ينتفي، فهو من مدخول حيث، فكانه قال وبحيث لا يكون ذكر الاوصاف الى اخره. قال القليوبي صواب اسقاط لفظ ذكر، لان الكلام في كون المسلم فيه له صفات ينضبط بها ليصح السلام فيه، فان كان له صفات يعز وجودها لم يصح. لكن ذكره الشارح لان انتفاء الجهاله بالصفه انما يحصل بذكرها في العقد، فلذلك جعله معطوفا عليه، فهو من مدخول الحيثيه كما علم. مش بيقول لك حيث؟ حيث بيبقى ليها مدخول، اللي هي الشروط اللي هي ايه؟ اللي هي يسموه مدخول الحيثيه. اقول له مثلا انا عايز مثلا ايه؟ شقه بحيث تكون هذه الشقه غربيه شماليه بحريه، يعني يبقى ايه؟ يبقى الشرط ده من مدخول حيث. يبقى ما يجيب لي شقه لازم يدور لي على شقه تكون بحريه غربيه، ما يجيبليش شقه تكون ايه شرقيه جنوبيه، لان احنا مشترطين على كده. فهمتني بقى ازاي؟ يبقى يسمونه مدخول حيث. قوله كلؤلؤ كبار، دي شرط يعز وجود، الشرط اللي يعز وجوده ما ينفعش. اقول له انا عايز شقه مثلا بحريه جنوبيه، صعبه اجيبها دي منين؟ بحريه وجنوبيه في نفس الوقت؟ ممكن، بحيث ان يبقى جنوبها مش موجود حاجه وشمالها مش موجود، بس ممكن ما الاقيهاش بسهوله. واخد يعني اختار صفه تكون سهله الوجود مش صعبه الوجود. كلؤلؤ كبار هي ما تقصد للزينه بخلاف الصغار، وهي التي تقصد للتداوي بحيث لا تقبل الثقب. كانوا زمان بيستعملوا بعض انواع الماس واللؤلؤ في التداوي، يعني الوقت ما بقيناش احنا نستعمل الحاجات دي. وكذا سائر الجواهر الا في العقيق لاختلاف احجاره، وقول وجاريه واختها. اقول له انا عايز اشتري منك تحضر لي كده جاريه واختها، اشتريهم مع بعض. طب وانا ادور على مين جاريه وكل اختها معاها، واختها كمان تكون جاريه زيها، والاثنين معروضين للبيع في وقت واحد، دي نادره دي. يبقى ما ينفعش تبقى عقد سلم. او ولدها، عايز جاريه وفي ايدها ابنها. برضه صعبه ان انا احصلها.
لكن ممكن تبقى موجودة بس على سبيل النادر، لما تبقى موجودة يبقى عقد بيع، لكن ما اشترطش في عقد سلم. وكذا في دجاجة أو أوزة وفرخها فلا يصح السلم فيها وإن كانت عند المسلم إليه على المعتمد. ولو كانت البضاعة موجودة عند المسلم إليه ما تنفعش سلم برضه. لو البضاعة موجودة حولها لعقد بيع بقى، قول له وريني واشتري، لكن ما تعملهاش عقد سلم حتى لو البضاعة حاضرة. واضح؟ لأن لو البضاعة حاضرة مش محتاج الأجل، والسلم فيه الأجل، مش كده برضه؟ وهذا تمثيل للمنفي، وهو كون ذكر الأوصاف يؤدي لعزة الوجود في المسلم فيه. ودخل تحت الكاف، ك يعني الكاء اللي هو كاف التشبيه، الجلود، فلا يصح السلم فيها لاختلاف أجزائها بالرقة والغلظ. يعني ما ينفعش اتفق معاه عقد سلم على جلد معين حتى ولو جلد بقر، لأنه ممكن الجلد وهو الجزار بيسلخه يجي حتة يرققها وحتة يتخنها، وبعدين بعد ما تندبغ تلاقي فيها حتة نحلة وحتة مش نحلة، نقوم نعمل لي خلاف مشاكل. فما ينفعش اتفق على جلود سلم، ليه؟ تختلف بالرقة والضعف حتى لو من نفس الحيوان. يبقى لما يبقى يدبغها لي ويعرضها قدامي وانا شايفها بشتريها على عيبها كده او على ميزتها، لكن انا ما اتفقش عشان يعملها لي وانا مش في ايدي الصنايعي وهو بيسلخها من الحيوان، تختلف ايده ممكن يخرمها كمان، مش كده برضه؟ وتتقطع منه. فده ما ينفعش في الجلود عقود سلم، عشان هيؤدي الى ايه؟ النزاع. فلا يصح السلم فيها لاختلاف اجزائها بالرقه والغلظ. نعم يصح في قطع جلود صغيره مدبوغه، لو كانت قطع جلود صغيره كده بيتعمل منها محافظ وبتاع دي سهله تتضبط، لان اما الاقي قطع صغيره نحله شويه اقول له بدلها لي غيرها لي والباقي ماشي، ممكن لو قطع صغيره، لكن قطع كبيره دي يحصل فيها الخلاف. وزنا، ولا يصح في الاواني المعموله ولو من نحو نحاس. الاواني المصنعه يدوي، يعني ما تنفعش عقود السلم في انيه يدويه، لان الاناء اليدوي بيتعمل عليه زخارف، يمكن نفس اللي بيصنعها ما يعرفش يكررها بنفس الصوره في اناء تاني لانها يدوي، ودي قيمه الحاجه اليدويه كده انها ما تلاقيهاش مكرره. يعني لما بتصنع حاجه يدويه غير الحاجه اللي بالمكنه، الحاجه اللي بالمكنه سهل تدخل تطلع فورمه واحده يعمل لك منها 100 كرسي فورمه واحده، لكن هات بقى واحد يقعد ينحت في الخشب ويشتغل يعمل قطعه كده فنيه بايده وتقول له اعمل لي واحده زيها، الثانيه مش هتطلع زي الاولانيه، ممكن تطلع جميله برضه بس مش زيها بالظبط. فالحاجات اليدويه اللي زي دي ما تنفعش، الانيه اليدويه والاساس اليدوي والتحف اليدويه، لان دي بتطلع كده بتبقى ايه؟ متاثره بالصانع حال صناعتها، لو كان باله رايق وهو بيعملها تطلع اكثر اتقانا، لو كان هو كمان يعني مستريح ونايم كويس يعملها احلى، لو كان باله مش رايق وزعلان وكان عنده ازمه وحد ميت له او مديون وبيشتغلها وهو دموعه على خده هتطلع مش زي ما هي، مقبل على صنعته ولا بيكره صنعته، تقوم الصنعه بتبان برضه ايه وتاثيرها على حسب حال الصانع. فالحاجات دي كلها لعدم ضبط المتغيرات الكثيره قال لك ما تنفعش فيها عقود سلم، لانها متغيرات كثيره عشان تضبطها، يبقى دي بلاش عقد سلم. اما يبقى يعملها يبقى يعرضها، لكن لو بيعملها بقوالب ممكن عقد سلم، لان القالب والمطبعه واخد بالك والمكنه كلها مقاس واحد، يبقى ساعتها عقد السلم ينفع في الحاجات الايه؟ المصنعه بقوالب او مطابع او شيء من هذا. انما كل ما هو هاند ميد يسموه يدوي ما ينفعش فيه عقود سلم، لانه بيتفاوت بتفاوت ايه؟ الايد اللي بتعملها، بس مش الايد كمان، ده النفس الانسان وهو بيعملها على حسب حالته النفسيه. احيانا ما يبقى رايق يعمل الحاجه احلى من لو هو رايق، مع ان الايد ما اتغيرتش لكن الحاله النفسيه اتغيرت. شفت قد ايه؟ فتتفاوت تفاوت كبير. فبيقول لك هنا ولا يصح في الاواني المعموله، المعموله يعني ايه؟ هاند ميد يعني، ادي معنى المعموله، يعني صنع يدوي. ولو من نحو نحاس ما لم تصب في قالب، لكن لو بتصب في قوالب يبقى صعب سهل ضبطها، كويس؟ بفتح اللام لانضباطها، بانضباط قوالبها. نعم يصح في نحو الاسطال المربعه كالاسطال المدوره،
اما بتبقى حاجات كبيره يعني زي ما تقول اذان كبير كده وليه مقاسات، ممكن، لان هي العبره في المقاس والطول والعرض، زي الحوار اللي بتتحط ساعات فوق الاسطح العمارات علشان يخزنوا فيها الميه، دي بتبقى ايه اطوال كبيره واحجام كبيره، دي ممكن تتوفر فيها عقود السلم، لانها هي يهمني فيها الحجم والمساحه اكتر ما يهمني فيها الشكل. واضح؟ قول والثاني كان الانسب بقول احدها ان يقول وثانيه، يعني الشروط اللي احنا قلناها والامثله دي كلها لو حتى مثال اجازه بعض الفقهاء في عصر من العصور وكان لا يؤدي الى نزاع، ثم تغير العصر وصار هذا الوصف يؤدي الى النزاع، يبقى ايه؟ يبقى يحرم، يبقى يصح في عصر ولا يصح في عصر. فاهم؟ يعني بيقول لك ويصح في الاسطال الكبيره والمربعه مثلا، الشيخ البيجوري ايامه كانت كده من 200 300 سنه. طب افرض دلوقتي ان لو اتفقنا على الاسطال المربعه خامتها كترت ونفس التربيعه اتغيرت وارتفاعها اتغير، وان احنا لو اتفقنا عليها بناء على فتوته انها ينفع في عقد السلم ينبني عليها خلاف كبير، يقوم يجي الفقيه دلوقتي يقول لك ولا في الاسطال كمان. ليه؟ لان هو العبره بالشروط دي كلها هي لم ينص عليها الشارع تفصيلا، الشارع نص على اننا لا يجوز اننا ناكل اموال بعضنا بالباطل، ولا يجوز اننا نغرر ببعض او اننا نخون بعض، وقال ان المؤمنون عند شروطهم، مش كده برضه؟ فالشرع اداني قواعد عامه، ما ادانيش تفاصيل صغيره كبيره، انا لازم التفاصيل الصغيره دي توفر القواعد العامه، فاي تفصيله صغيره تؤدي الى ان القاعده العامه تتاثر الغيها على طول. فهمتني ازاي؟ فالقاعده العامه ان يبقى في تراضي بين الطرفين، ان ما يبقاش في نزاع، ان ما يبقاش في اكل اموال الناس بالباطل. فهمتني ازاي؟ ان ما يبقاش في غبن ولا خيانه. فاي شرط من الشروط كان زمان ما يعرفش يخون فيه وفي الزمن بتاعنا بقى يعرف يخون فيه، يبقى على طول تشطبه في العصر بتاعنا تقول ما اعملش بيه. يا عم ما هو مكتوب في الكتب، اه مكتوب من 400 سنه، كان في 400 سنه ما كانش عندهم خلاف في الموضوع ده، الوقت بقى في خلاف والزمن بقت صعبه. فهمتني ازاي؟ وهكذا. يبقى التفاصيل الفرعيه الصغيره تختلف باختلاف الزمان والاحوال والاشخاص. كويس؟ لكن المثال اللي احنا بنقراه ده ايه؟ عشان يربي فيك عقليه الفقيه. مش عشان تطبق الكلام الفروع الصغيره بقدر ما هي تربيه عقليه الفقيه. عشان تعرف ازاي تواجه حياتك بمتغيراتها بعقليه فقهيه منضبطه، ويبقى عندك امثله تستطيع تقيس عليها، لكن مش شرط انك انت تتزمت عليها. واضح الكلام؟ فميزه قراءه الكتب دي انها بتربي عقليه الفقيه، مش بتدي لك امثله منضبطه مقيد بيها انت نفسك، لا مش شرط تتقيد بيها. واضح؟ يعني افرض زمان مثلا ما ينفعش اننا نتفق مثلا عقد سلم في الكحك، في الكحك، لكن الكحك دلوقتي ممكن بيكون بيتعمل بقوالب وبيتعمل بخلطه معينه وبيتحط في الفرن بتايمر معين بحيث ما فيش احتمال انه يتحرق. يبقى ممكن في الزمن ده في الظروف دي اعمل عقد سلم في كحك العيد، لانه بقى منضبط، ما فيش الا دقيق واحد في السوق معروف، خلاص ما عنديش انواع كتير. واضح؟ وما فيش الا نوع واحد سكر في السوق، يبقى مش هيغشني لانه ما عندوش اختيارات. واضح؟ يبقى في العصر ده في الفتره دي في البلد دي ممكن نعمل عقد سلم في الكحك، في اخر رمضان الناس بتحب تشتري الكحك، والوقت بقوا يقعدوا يعملوا تراويح وبتاع مش فاضيين يخبزوا، كل بيت كان زمان يقعد يخبز لنفسه، فاصبح الناس الوقت يتفضل ايه، اما تتفرج على المسلسلات او تصلي التراويح في المساجد وتشتري الكحك جاهز. واحيانا بعض الستات الشاطره تتفق تاخد فلوس من الناس وتعمل لهم الكحك تصنعه لهم، مش كده برضه؟ مش ده بيحصل؟ لو انت قسطه على العقود دي يبقى ده عقد باطل، يبقى الست دي شغاله في الحرام، لانها بتاخد فلوس وتصنع بضاعه بتتعرض للنار وهي غير منضبطه، يبقى على القواعد دي نقول ان العقد بتاعها ده باطل، ما ينفعش، مش كده برضه؟ لكن لو كانت الامور صارت منضبطه وانواع الدقيق منضبطه يبقى ممكن يصح، لانه لا يؤدي الى النزاع، لان العبره ان يؤدي للنزاع ولا لا يؤدي للنزاع، ادي المساله. ممكن انا اجيب لها السمنه
واجيب لها نوع الدقيق وادهم لها، واجيب لها السكر، اجيب لها كل الخامات واقول لها صنعيها لي، واخد بالك ده، وانا مستأمنها. يقول لك اصل ممكن اديها لها في البيت تقوم تخلصها تحط دي، طب اجيبها في بيتي واديها الخامات ولا اشتغلي قدامي؟ ينفع كل ده؟ ينفع، بحيث ان انا ايه اضبط الامور، المهم ما يبقاش فيه نزاع. فالمفروض ان طالب الفقه لما يقرا في الكتب القديمه ما يبقاش متقيد بتفاصيل تفاصيل الفروع ومتجمد عليها، والا هيلاقي نفسه منعزل عن عصره ومش عارف يفتي الناس في العصر بتاعه. واضح؟ والثاني كان الانسب بقول ان يقول ان يكون جنسا لم يختلط به غيره، اي جنس غيره، وفي بعض النسخ لم يختلط بغيره اي بجنس غيره، والمعنى واحد لان الاختلاط من الجانبين، وهذا ما تقتضيه عبارة المصنف. لكن اختلاف الجنس ليس بقيد، فيدخل نحو الخفاف المركبة لاشتمالها على ظهارة وبطانة. الخف بيبقى ليه ظهارة وبطانة، تدخل لانها مش مختلطة، الظهارة موجودة والبطانة موجودة، شايف ما دخلوش في بعض. والنعال لاختلاف وجهيها وحشوها، فلا يصح السلام فيها بخلاف الخفاف المفردة. يبقى الخف اللي ليه ظهارة وبطانة ده ما ينفعش يبقى فيه سلم، لكن الخف المفرد من طبقة واحدة ينفع. الحذاء اللي مكون من عدة طبقات، لان مش هعرف ان انا افك طبقة طبقة واشوف، فهمتني ازاي؟ يبقى ما ينفعش فيه عقد سلم. زي الجاكيتات، الجاكيتات ليها حشو وليها بطانة، جاكيتات البدل او العباية او شيء من هذا، دي ما ينفعش فيها عقود سلم. تروح وهي متفصله كده جاهزه، تفرج عليها وتفرج وحس الحشو واعمل واشتريها جاهزه، بضاعه جاهزه، عقد بيع. لكن ما اتفقش معاه على عقد سلم، لانه ممكن يغشني في البطانه، يغشني في الحشو، يغشني في نوع الزراير، يغشني في اي تفاصيل، لان انا مش هضبط له كل التفاصيل، صعب. بخلاف الخفاف المفردة فيصح السلم فيها إن كانت جديدة واتخذت من غير جلد كجوخ، برضو بالشروط دي، خف مصنوع من قماش مش من جلد، لأن الجلد يختلف سمكه ورقته، مش كده، وترق دبغه، تفاصيله كتيرة، إنما القماش سهلة. فلو كان من جوخ قماش ينفع خف، لكن لو من جلد يبقى كل التفاصيل دي عايز يعلمك ايه؟ يعلمك ان اي شيء يؤدي الى نزاع ابعد عنه. واضح؟ ادي كل الحكايه. وان لم تنع ولا يصح في الرؤوس والاركاع، وان كان بعد التنقيه من الشرع الشعر. يعني تشتري راس عجل، تتفق معاه تورد لي 10 رؤوس عجول و10 كوارع بعد ما تكون منظفها. ممكن يبقى منظفها بس بطريقه مختلفه عن اللي انت عايزها، او ان جايب لك فيها شعر مختلف زياده شويه، او جايبها مش بالسمك اللي انت كنت عايزه، جايبها لك رفيعه شويه، كل دي ما ينفعش فيها عقود السلم لانها تؤدي الى النزاع. لاشتمالها على ما لا ينضبط كالمشافر والمناخر وغيرهما، ولا يصح في الحلوى اللي هي المطبوخه يعني، والكشك او الكشك معروف، الكشك الصعيدي ده معروف، بيبقى قطع كده ناشفه وبعدين تحطه في الميه وتطبخه يبقى بعد كده تاكله، معروف، بيبقى كشك جاف كده ويشيلوه يخزنوه الصعايدة، مش موجود في وجه بحري لكن موجود في الصعيد. ده ما ينفعش فيه عقود سلم، لان برضه بيحصل فيه مشاكل. والحنطه المخلوطه بالشعير، يعني دقيق الحنطه اللي هي ايه، القمح يعني، مخلوطه بالشعير، ما ينفعش سلم في حنطه مخلوطه بشعير، لان انا مش عارف الحنطه فيها قد ايه، القمح قد ايه، والشعير قد ايه، واخد بالك، قد تختلط الخليط. ولا يصح في النيله باللام المخلوطه بالطين، دي كان نوع من انواع الدهانات يدهنوا بيها المراكب ويدهنوا بيها بعض الاثاث زمان ايام الشيخ، فكانت ساعات بتختلط بالطين علشان يديها كثافة وسمك، يقوم يمسك ويلزق في ظهر المركب او في خشب المراكب او شيء من هذا. ما ينفعش فيها عقود سلم برضه. ليه؟ لانها من جنسين بيختلطوا ببعض، صعب معرفة اجزائها.
بخلاف الخالصة، لما تبقى خالصة مش مختلطة بغيرها ممكن فيصح فيها. وأما النيدة بالدال، النيدة ده نوع من حلوى اشتهرت في مصر زمان، النيدة، وقالوا إن أول من صنعها ستنا مريم أم سيدنا عيسى بإلهام من الله، وبعدين اشتهر بأهل مصر في صناعتها. النيدة بيتهيألي هي النوجة بعد كده، والنوجة دي موجودة تلاقيها في مصر مشهورة، يمكن هي النوجة دي بتتصنع عبارة عن نوع من القمح كده يتعرض للمية ويتحط له شوية نشا ويتحط له شوية سكر ويتطبخ بطريقة معينة، وبعدين بعد كده يتقطع ويتباع في قطع وحلو، ما تنفعش برضو ايه. واما النيدة فنقل القليوبي عن الرمل انه يصح السلم فيها، وقال الحلبي لا يصح فيها، اختلفوا في النيدة، بعض الشافعية قالوا يصح وبعض الشافعية قالوا لا يصح لعدم انضباطها. وأول من صنع النيدة مريم عليه السلام بإلهام من الله تعالى لولدها عيسى عليه الصلاة والسلام. النيدة ما أعرفش الوقت ما بقتش موجودة، يعني ما فيش حلوة في مصر الوقت في عصرنا ده اسمها النيدة، لكن في حاجة اسمها النوجة. هل النيدة دي هي النوجة الوقتي والناس غيروها من باب القلب المكاني في اللغة؟ بتحصل، زي مثلا احنا عندنا بلد اسمها الغردقة في مصر، هي اصلا كانت الغرقدة، اسمها الحقيقي الغرقدة لان كان يهود مصر زارعين فيها الغرقد، واخد بالك، لان هم كانوا اليهود ما لما ضرب عليهم ان هم يتوزعوا في اقطار الارض كانوا يحتفظوا بالغرقد يزرعوه في في الاماكن اللي عايشين فيها عشان لما يرجعوا ارض المعاد يزرعوه، عشان عندهم في التوراة ان الغرقد ده هو اللي هينجيهم في الحرب الاخيرة اللي هتقوم. فتلاقي في كل بلد كانوا حتى في المدينة المنورة يهود المدينة كانوا بيزرعوا الغرقد في بقيع الغرقد اللي احنا بندفن فيه موتى المسلمين، كان اسمه بقيع الغرقد لان كان يهود المدينة بيزرعوا فيه الغرقد. ففي مصر يهود مصر كانوا بيزرعوا الغرقد ايه في مدينة على ساحل البحر الاحمر اسمها الغرقدة، وبمرور الوقت المصريين سموها الغردقة، يعني عمل قلب مكاني، حط الدال مكان القاف، فهي هي. فبيحصل ساعات قلب مكاني في اللغة مقبول. فهل النيدة هي النوجة؟ عايزة بحث، نقعد نبحث بقى وندور هل فعلا الحاجات دي وايه مكوناتها. يعني احنا كنا واحنا اطفال بنشوف، وانا طفل في المدرسة كانت بتتعرض حلويات على باب المدرسة بتتباع، الوقت احنا ما بنشوفهاش، واخد بالك. وانا كنت في المدرسة مثلا من 35 سنة او من 40 سنة، يعني اذا كان في 40 سنة في حلويات اختفت وظهرت حلويات جديدة، فما بالك من ايام ستنا مريم، يعني من 2000 سنة، قرب ال 2000 سنة ما هو ميلاد سيدنا المسيح، احنا دلوقتي في 2010 من ميلاد سيدنا المسيح، يعني بعد 2000 سنة اكيد الحلويات اتغيرت في صناعتها واسمائها وطلعت حاجات جديدة كتير. لكن على اي حال، هل هي النوجة بعد ما عدلت هي كانت اصلها النيدة ولا لا؟ تحتمل، الله اعلم. المهم هي نوع من الحلوى كانت مشهورة في اهل مصر وكانوا بيصنعوها، واختلف فقهاء الشافعية هل يصح فيها السلم ولا لا يصح. بعضهم صححها والبعض الاخر لم يصححها. ليه؟ لانها مكونة من اجزاء وبتمسها النار، وقال لك ان اجزاء غير منضبطة، فالاحسن ما نعملش فيها سلم. قوله فلا يصح السلم في المختلط، تفريع على مفهوم الشرط المذكور، وقوله المقصود الأجزاء التي لا تنضبط، يشير بذلك إلى أن كلام المصنف يحتاج إلى تقييده بذلك، فلا يضر الاختلاط مطلقا. ويمكن أن يقال أشار بذلك لأن المفهوم فيه تفصيل فلا يعترض به. وفي قول التي لا تنضبط إشارة إلى أن هذا الشرط مستغنى عنه بما قبله، لأن عدم الصحة فيه لعدم انضباطه. قول كهريسة أي مهروسة، هم سموها هريسة ليه؟ عشان مهروسة، مش كده برضو؟ فعيلة بمعنى مفعولة، فهم؟ زي قتيلة بمعنى مقتولة، يعني تأتي في لغة العرب كتير فعيلة بمعنى مفعولة، تملي كده في لغة العرب، زي قتيلة بمعنى مقتولة، مش كده برضو؟ وزي ايه رحيمة بمعنى مرحومة وهكذا. كهريسة أي مهروسة، ففعيلة بمعنى مفعولة، وهي مركبة من قمح ولحم وماء،
اهي الهريسه دي اللي بيوصفها الوقت غير الهريسه اللي احنا بنجيبها من اسكندريه. الهريسه اللي بيوصفها الشيخ البيجوري من 300 سنه كهي مركبه من ايه؟ من قمح ولحم وماء. دي مش موجوده دلوقتي النوع ده. دي اكله كانت ايامهم يسموها هريسه. احنا الوقت الهريسه في دمياط واخد بالك تلاقيها مختلف عن الهريسه اللي في اسكندريه وفي نفس العصر. هريسه دمياط تلاقيها مليانه جوز هند زياده وتندغ قوي وفيها نسبه سكر مختلفه عن الهريسه اللي في اسكندريه. تروح اسكندريه تجيب الهريسه تلاقيها قرب البسبوسه. مش كده برضه؟ وتروح تجيب الهريسه من عند دمياط تلاقيها قرب الجوزيه. يبقى تختلف اهو الحاجات تختلف من بلد لبلد ومن عصر لعصر وفي نفس العصر بتختلف كمان من قطر لقطر. شوف قد ايه؟ لكن هي دي امثله عموما بيقول لك ايه الحاجات اللي يصح فيها السلم وايه الذي لا يصح فيها السلم بغض النظر عن الحاجات دي كلها. ومنها الخزيره بفتح الخاء المعجمه وكسر الزاي وبعد الياء راء مهمله وهي ما يتخذ من الدقيق على هيئه العصيده لكنها ارق منها. اكلات كلها كانت موجوده ايامها. وقيل يؤخذ لحم ويقطع قطعا صغارا ويصب عليه ماء كثير فإذا نضج ذر عليه الدقيق، فإن لم يكن فيه لحم فهي العصيدة ومثلها الحريرة بمهملات وهي دقيق يطبخ بلبن ومثلها الحيث وهو تمر يخلط بسمن وأقط. ده أكلات أيام النبي. السمن معروف والتمر معروف والأقط لبن مجفف. كان يعمل لك لبن على سمن على إيه؟ على تمر ويعجنهم في بعض ويقطعهم قطع وتبقى حاجة حلوة كده تاكلها تنبسط بيها. واخد بالك؟ احنا دلوقتي بنجيب العجوة ونحمرها في السمن مش كده برضو؟ أو نعملها قراقيش ونحطها في وسط الدقيق ونعجنها ونخبزها تطلع قراقيش بعجوة. تطلع وهكذا. يبقى كل بلد وكل يعني احنا الحيث بتاعنا دلوقتي بقى في صورة إيه؟ بيسموه المصريين يقول لك منين بعجوة؟ منين؟ منين؟ دي كلمة مصرية معرفش غير المصريين مش هيفهموها. اصل منين هيقول لك يعني من اين؟ لكن هي احنا بنقول عليها منين؟ واخد بالك ازاي؟ منين؟ ليست من اين، ليس من اين، ولكن هي كلمه كده عاميه مصريه عباره عن ايه؟ قراقيش بعجوه كده تجيبها، ديسكو مصر عاملها تتباع كده تلاقي بسكوت جواه عجوه، او ده الحيث بتاع اليومين دول. واخد بالك؟ يعني كل بلد وليها الحيث بتاعها. وهو الحمد لله الناس دلوقتي بقت محتاسه. واخد بالك؟ والحمد لله يعني على كل حال. فبيقول لك هنا انت بتستفيد بده ايه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يولم في بعض زوجاته او لما بحيث. فلما تيجي تقرا الحيث تعرف ان النبي عمل الوليمه بتاعته بايه؟ حاجات لطيفه كده تعرفها في السيره. لان دي الاكلات الموجوده عندهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف المفقود وكان يستعمل الموجود وانه كان يعني غير مسرف وانه هو كان ياكل من الاكل المتيسر له صلى الله عليه وسلم تواضعا ولا يطلب الشيء الغالي غير موجود المفقود وكان يرضى بالموجود ولو قليل وهكذا. فتتعلم الحاجات الحلوه دي من اخلاق نبيه صلى الله عليه وسلم. قول ومعجون كالغاليه المركبه من نحو مسك وعنبر ودهن. يعني كان زمان عندهم كريمات كده بتستعمل كريمات كده للتجميل بيسموها الغالية. يبقوا حاطين عليها عنبر عشان ريحته حلوة، كريم ريحته يبقى حلوة، ويحط عليها شوية ايه زبدة على شوية مش عارف ايه ويدي بيها جلده كده تقوم تدي ريحة ولمعان وحاجات من دي. احنا دلوقتي بنسميها كريمات. واخد بالك؟ كريمات انواع كتيرة موجودة في الصيدليات انواع كتيرة اسمها المعادين. كريمات ومراهم. يبقى المعجون احنا دلوقتي نسميه كريم ومراهم. مش كده برضو؟ ايامه كان يسميه معجون عشان معجون في بعض. من نحو مسك وعنبر ودهن وقد يزاد فيها عود وكافور وكالترياق بالتاء والدال والطاء مع الحركات الثلاث ويقال طراق او تراق ودراق ودراق وهو المركب بخلاف المفرد. ترياق يعني دواء لإيه؟ لأمراض كثيرة يسموه ترياق. زي أنت دلوقتي مثلا يقول لك إيه؟ عندك صداع؟ خد مثلا إيه؟ أسبرين. طب عندك ركبك وجعك؟ طب خد أسبرين. طب جسمك وجعك؟ خد أسبرين. عندك رش؟ طب خد أسبرين. يعني تلاقي دواء واحد يعالج أمراض كثيرة أوي.
فلما يبقى دواء واحد يعالج امراض كتير يسموه، اذا كان مشروب يسموه ترياق. كويس، دي اللغه بتاعتهم القديمه في الادويه يعني، واخد بالك؟ بخلاف المفرد، بان كان نباتا او حجرا فانه يجوز السلم فيه. يبقى الحاجه المكونه من 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 شيء واحد غير مختلط يجوز السلم فيه. نعناع مثلا، نتفق على روح نعناع تجيبها لي، لانه النعناع روح النعناع مش مختلط بغيره، واضح؟ ومثل المعاجين الادهان المطيبه بنحو بنفسج او ورد، بان خالط شيء من ذلك، بخلاف ما اذا روح سمسمها بالطيب المذكور واعتصر فانه يصح السلم فيه. يعني السمسم ده لما تحط عليه اي رائحه وبعدين تعصره يطلع الزيت بتاعه اللي هو الطحينه، ما هو السمسم اما بتعصره يطلع منه زيت يسموه طحينه. كويس، لو كنت حطيت عليه اي رائحه في السمسم قبل عصره تلاقي الطحينه دي واخده ايه الريحه بتاعتها. حطيت عنبر يبقى متعنبر، حطيت مورد يبقى مورد، حطيت ياسمين يبقى مياسمن، وهكذا على حسب الايه النوع الرائحه اللي حطيتها. فده يصح السلم فيه لانه الرائحه هنا ليست داخله في صلب الشيء، دي مجرد نكهه بس، لكنه السمسم هو سمسم. قوله فان انضبطت اجزاؤه صح السلم فيه، لو انضبطت اجزاؤه بقى يصح السلم فيه. مفهوم قوله التي لا تنضبط وقوله كجبن او جبن بضم الجيم وكسرها، احنا نقول جبنه بكسر الجيم، لغه فصيحه برضه جبنه، واخد بالك؟ يقول لك جبنه جبنه، حطيناها في جبنه غرقت جبنه، مش كده برضه المصريين يقولوا كده؟ جبنه جبنه، جبنه يعني اشترينا احضرنا، جبنه يعني الجبنه اللي بتتاكل، حطيناها في جبنه يعني في السياله، غرقت جبنه يعني وسختها. فكل جبنه ليها معنى جديد يسموه مشترك لغوي، تلاقي الكلمه واحده وتؤدي الى معاني كثيره غير مرتبطه ببعضها يسموه مشترك لغوي. زي عين، العين تطلق على العين البصيره وتطلق على عين الماء وتطلق على الجاسوس وتطلق على الذهب. فهمت ازاي؟ يسموه مشترك لغوي. يبقى في حاجة اسمها مشترك لغوي، تلاقي كلمة واحدة تؤدي عدة معاني والمعاني دي كلها مش مرتبطة ببعضها، ده بعيدة عن بعضها، واضح؟ زي ايه؟ اما اقول لك دبوس، الدبوس عند الترزي هو اللي بيشبك بيه القماش، ده الدبوس المعروف، يقول لك دبوس مشبك ولا دبوس بإبرة، مش كده برضه؟ طيب لو رحت انت للراجل الحداد تقول له الدبوس، يديك المرزبة اللي هو بيدق بيها الحديد، اسمها الدبوس برضه عند الراجل الحداد. طيب اقف في المطبخ كده وقول لوالدتك انا عايز الدبوس، تديك ورك الفرخ تاكله، مش كده برضه؟ يبقى يختلف الدبوس على حسب المكان اللي انت بتطلبه فيه. لو كنت في المطبخ هيدوك حاجه تتاكل، لو كنت عند الترزي هيديك حاجه تشكك، لو كنت عند الراجل الحداد هيديك حاجه تدقك، وهي كلمه واحده. فهي اللغه كده، عشان كده لازم تعرف ان اللغه في منها مشترك وفي منها حقيقه ومجاز كمان، واخد بالك؟ فجبنه جبن وجبن الاثنين صحيحه والاثنين فصيحه بضم الجيم وكسر الجيم، لان في بعض الناس اما يجي يتكلم بالفصحى يعني يتكسف يقول جبنه، يقول جبن، يفتكر ان دي الفصيحه. ابدا، وجبن برضه هي فصيحه ما فيهاش مشكله. اللغه العاميه المصريه اغلبها فصيحه على فكره. وقولك جبن او جبن وبضم الجيم وضم الباء مع تشديد النون، يعني في جبن وجبن وجبن وجبن، فيها أربع لغات يعني. يبقى الجبنة فيها أربع لغات لكن أنواعها كتير قوي، أنواعها كتير جدا، لدرجة أنا مرة كنت زمان في باريس وأنا طالب يعني، رحت باريس، تروح السوبر ماركت يقول لك عندنا 100 نوع جبنة، يكتبوا كده يعني، تروح تنقي عندك 100 نوع من الجبنة بس، 100 نوع،
يا خبر ابيض، ده شغلانه كبيره فالانواع بقى كتيره، واخد بالك؟ عندنا مثلا جبنه رومي وجبنه ريكفور وجبنه مش عارف فلامنك وجبنه بيضه وجبنه قريش وجبن كتيره، ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل، فانواع كتيره يعني. ففيه اربع لغات، والمراد جبن غير عتيق. جبن غير عتيق اللي هو نسميه احنا ايه؟ المش. زي ما بقى المصريين سموه المش، اللي هو الجبن المخلل، لما تخلل الجبنه تعملها ترشي تطلع مش وتخزنها يعني، وبعدين لما تعرضها للدبان تدود يبقى مش بدوده. وهل يجوز اكل الدود؟ ان كان غير مقصود فيجوز، ان قصده ونقاه يأثم، لانه مستقذر، لانه من ضمن المحرمات المستقذر. لكن لو اكل في وسط الاكل خلاص، لانه غير مقصود لذاته. لكن لو بينقيه كده وبيجمعه كده ويعمله سندوتش، ده مستقذر، ده يبقى كده حرام، لان يحرم اكل المستقذر ولو طاهر، ولو طاهر، ولو طاهر. لان المستقذر نوعان، مستقذر طاهر ومستقذر نجس. فالمستقذر النجس يحرم تناوله، والمستقذر الطاهر ايضا يحرم تناوله. واضح؟ زي الريق، الريق ده طاهر لكنه مستقذر، يعني ينفع الواحد يتف وبعدين يشرب تفافته؟ ما التفافه دي يعني طاهره لكنها مستقذره، فما ينفعش تناولها لانها مستقذره، يحرم. طب حكمها ايه؟ يحرم تناولها، مش 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 مكروه، لا ده حرام، لان دي التصرفات ما تليقش بالمسلم. المسلم ده اخلاقه عاليه، واخد بالك؟ عالي الطبع. النبي كان يحب اطيب الطعام، ما كانش يحب الحاجات المستقذره، خدت بالك؟ وكذلك امته. فيبقى غير عتيق، اما هو فلا يصح السلم فيه ان تعذر ضبطه. طبعا العتيق ده صعب السلم فيه، لان بيختلف بتفاوت المده اللي متعتق فيها، ومنضاف له ايه ولا ما تضافلوش ايه، وكميه الدود فيه قد ايه، وهنخش في مشاكل كتيره. فهمتني ازاي؟ فاحيانا الناس تحب المش ده علشان مدود، كل ما يبقى مدود يبقى قديم. الناس اللي هي بتفهم في المش، الحمد لله ما بفهمش في المش ولا في الدود. لكن اهو انا مره كنت في احد الاسواق، فلقيت الست معرضه المش بتاعها للدبان، بياعه بتبيع في السوق. قلت لها ليه بس كده يا ست؟ الدبان هيبيض عليه بعد كده يدود. قالت لي ما هو ده المطلوب، الناس بتختاره كده. يعني هي متعمده تعرضه للذباب عشان الذباب يبيض عليه، عشان بيض الذباب يطلع دود، عشان الناس تعرف ان المش ده قديم تقوم تشتريه. فاصبح كمان ايه من ضمن اغراضه عند بعض الناس، ان يبقى ايه الدوده علامه ان ده مش عتيق قديم حلو يقوم يشتريه. حاجات الناس يعني فيما يعشقون مذاهب، حاجات عجيبه يعني. فعلى شكل السلم ما ينفعش في الجبن العتيق لصعب ايه؟ لصعوبه ضبطه. فهمتني ازاي؟ ما تعرفش تضبط المده وتضبط الخلطه وتضبط الايه؟ الوسيله الحفظ نفسها، حطها في زلعه ولا حطها في صفيحه ولا حطها في حله، وكانت مبرشماها ولا مش مبرشماها، وحط عليها مواد حافظه ولا مش حاطه مواد. رغي كتير بقى، طالما الموضوع هيبقى فيه كلام كتير ما ينفعش فيه السلم، لانه هيخش فيه خلاف كتير. واضح؟ ويشترط في الجبن ذكر حيوانه. في الجبنه تقول لك الجبنه دي من لبن جاموسي، الجبنه دي من لبن معيز، الجبنه دي، وهكذا. يشترط فيه لما نتفق في عقد سلم في الجبنه، في الجبن، ان اقول له تجيبه لي من لبن من حيوان معين، من نوع جنس حيوان معين، مش بقره يعني لونها صفراء فاقع لونها، لا مش كده، يعني من بقره وخلاص. فهمتني ازاي؟ مش هنعمل زي بني اسرائيل يعني في البقر. ويشترط في الجبن ذكر حيوانه وبلده ونوعه. اقول له كمان عجل جاموسه بلدي، لان الجاموسه البلدي لبنها غير الجاموسه المستورده اللي جايه من البرازيل، لان اللبن يتغير باختلاف العلف. لما تاكل علف معين تلاقي حتى لحمها ليه طعم معين. حتى في ناس مصريين من كتر ما تعودوا على طعم الحاجه البلدي اللي هي المصريه ما يرضاش يجيب اللحوم المستورده، لان ليها طعم ونكهه مختلفه
باختلاف المرعى، المرعى نفسه للترعى، فهمتني؟ عشان كده يقول لك ذكر الحيوان وبلده ونوعه، ويصح السلم في السمن والذب حيث ذكر حيوانه ومأكوله، وبين جديد السمن من عتيقه وتراوة الزبد وضدها، وفي القشطة ولا يضر فيها الملح لأنه من مصالحها، وفارق عدم صحة بيع بعض نحو الزبد والقشطة ببعض لضيق باب الربا. ما ينفعش ان انا ابيع الزبدة بالزبدة لان ده مطعوم ويشترك فيه التماثل والتقابض والحلول، والا يقع في الربا لانه بقى جنس ربوي، فيبقى ما ينفعش ان انا ابيعها بمثلها لصعوبة معرفة التماثل لاختلاف الدسومة من نوع لنوع، فهمتني ازاي؟ واختلاف الرطوبة من نوع ونوع، وانا ما اعرفش نسبة الرطوبة هنا قد ايه ونسبة الدسومة قد ايه، ما اقدرش اجيبها اقول له اديني كيلو زبدة من دي مقابل 2 كيلو من الزبدة دي علشان دي زبدة ارقى من دي، ما ينفعش ده ربا، واضح؟ طب افرض ان انا عايز دي اديله بقى بالمال، اديله فلوس، اديله ذهب، اغير الجنس لكن مش من نفس الجنس، فهمت بقى المسألة؟ الكلام ده احنا اتكلمناه كويس في موضوع الربا بالتفصيل، لان باب الربا مبني على التضييق فما ينفعش اوسع فيه. وعدم صحة بيع بعض نحو الزبد والقشطة ببعض لضيق باب الربا، ثم ان التمثيل بالجبن لمنضبط الاجزاء غير ظاهر لان الانسحة فيه ليست جزءا مقصودا، والملح كذلك، وانما صح السلم فيه لان الانسحة والملح من مصالحه وليس من اجزائه، يعني كأنها ادوية وليست اجزاء بتتضاف. والظاهر جعله مثالا لمفهوم المقصود الاجزاء وتمثيل المنضبط الاجزاء بالخزي وهو المركب من حرير وصوف مضبوطين، والعتاب وهو المركب من حرير وقطن، دي انواع اقمشة ايامهم. كذلك فلو قال الشارح فان لم تقصد اجزاء كجبن او انضبطت كخز وعتاب لكان ظاهرا، واجاب بعضهم بان المراد بالمنضبط من ضبط مقصوده اختلط بمقصود اخر ام لا كما قاله ابن حجر. قول والشرط الثالث انما صرح بذلك لدفع ايهام انه جزء من الشرط قبله، وقد جعله الشيخ الخطيب من تتمة الشرط المذكور الذي هو الثاني، وجعل الشرط الثالث اللي هو حكاية ما لم تدخله النار يعني ألا يكون معينا، والرابع ألا يكون من معين، والخامس أن يكون المسلم فيه مما يصح بيعه، فيخرج بذلك ما لا يصح بيعه كأم الولد والمكاتب والمبيع قبل قبضه. يعني كل ما لا يصح بيعه لا يصح السلم فيه لو كان حاضرا يعني، وهذا في بعض النسخ، وهو مستدرك لأن ذلك معلوم من كون السلم نوعا من البيع. وقول مذكور في قولي أي بقوله، شوف كل ما يصح بيعه يصح السلم فيه ويصح هبته، وكل ما لا يصح بيعه لا يصح هبته ولا يصح السلم فيه، دي قاعدة عند كل العلماء، وبناء على هذه القاعدة نقول ان بيع هبة الاعضاء حرام، خلافا للفتوى بتاعت علماء الازهر في هذا العصر، كثير منهم اجاز هبة الاعضاء دون بيعها، مش كده برضه؟ قال لك ممكن توهب الكلى بعد وفاتك او عضو منك بعد وفاتك لكن ما تبيعوش، مش كده برضه؟ لم يميز احد بين البيع والهبة في الفقهاء ابدا، كل ما لا يصح بيعه لا يصح هبته، وكل ما يصح هبته يصح بيعه. يبقى هل يصح الانسان انه يبيع اجزاؤه او يبيع نفسه؟ بالاجماع لا يصح. النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من باع نفسه، يعني ضرب على نفسه الرق، فإذا كان لا يصح بيع الكل يبقى لا يصح بيع الجزء، يبقى اللي يبيع جزءه ملعون كمن باع كله، إن الحديث كده. طيب وطالما لا يبيع جزءه يبقى لا يصح هبته، واضح؟ دي من ضمن الأدلة يعني على تحريم نقل الأعضاء، أنا متحمس لهذا الرأي إن نقل الأعضاء حرام قطعا،
وله أدلة كثيرة في ذهني، منها أدلة في الطبيعة وفي السياسة وفي الواقع وفي الحس وإيه وفي الفقه. طب وفي الحس في السياسة في دليل إن زرع الأعضاء في حرام في الواقع السياسي بتاع المسلمين. اليهود عضو غريب زرعوه في جسم المسلمين، مش المسلمين دي أمة النبي قال لها جسم واحد، أمة المسلمين دي جسم واحد، النبي قال كده جسم واحد، زرعوا فينا عضو غريب وهم اليهود جوه جسمنا عشان يزرعوا هذا الجسم جوه هذا العضو الغريب جوه جسم الأمة. عملوا ايه في الأمة؟ سلبوها مناعتها علشان تقبلوا. ايه المناعة؟ الخلافة وجيوش المسلمين، فلغوا الخلافة ولغوا جيوش المسلمين واصبحت جيوش دول وحكومات وليست جيوش مسلمين علشان تستطيع المسلمين يقبلوا هذا العضو الغريب في جوه جسمهم. يعني بيعملوا بالضبط اميونو سابريشن، اللي هم بيعدوا لجسم المريض عشان يقبل العضو الغريب. انت الوقت لما بتزرع كلى في انسان بتعمل فيه ايه؟ بتسلبه قوته المناعيه بانك تديله مثبطات مناعه علشان ما يطردش هذا العضو الغريب عنه، فبتثبط مناعته زي ما عملوا في جسم امه المسلمين بالظبط. علشان يزرعوا هذا العضو الغريب عملوا ايه؟ لغوا الخلافه واسلموا بلاد المسلمين وعملوا النزعات القبلية وخلوا جيوش المسلمين مش جيوش مسلمين، خلوها جيوش حكومات، مش كده برضو؟ وأصبحنا في تناحر. يبقى على الواقع السياسي زرع الأعضاء أدى إلى بلاء ما بعده بلاء على الواقع السياسي. في نفس الواقع العضوي على مستوى الإنسان بيعمل في الجسم بلاء ما بعده بلاء. لما بياخد ادويه مثبطات مناعه دور الانفلونزا العادي او دور الكحه او الزكام اللي يجي للانسان العادي يقعد 3 ايام ويخف، ده لازم يدخل مستشفى ويتعلق له محاليل ويتحط في العنايه المركزه وياخد اقوى المضادات الحيويه، والا هيجي له تسمم دموي ويموت. ليه؟ لانك انت سلبه مناعته، سلبه مناعته، معيشه انسان معرض لكل. ليه؟ لانك انت خالفت سنه الله في هذا الجسم الانساني وعملت شيء مضر بيه مش مفيد بيه. واضح؟ بالإضافة بقى للجينوم البشري، يتكلم بقى على الجينوم البشري وتفرد الإنسان. كل إنسان له تفرد لا يتكرر في إنسان آخر من حيث تكوينه الجينومي وتكوينه البروتيني وتكوينه التمثيلي وتكوينه حتى على مستوى بصمة صوته وعلى مستوى بصمة إيده وعلى مستوى حتى يعني نوع الخلايا اللي هي شغالة فيه ونوع النواة الخلية. كل واحد متفرد، حتى ابنك مش زيك والأخين التوأم مش زي بعض، مفيش تكرار مفيش تكرار. فكل مفيش تكرار وانت عايز تلخبط الدنيا تحط ده، وربنا اراد ان كل انسان يبقى متفرد، يبقى انت كده بتفسد في الاكوان مش بتصلح الاكوان. لان ما اراده الله متفردا اردته انت ان يكون خليطا فخلطت بعضه في بعض، فانت مشيت على غير سنة الله في كونه، يبقى انت بتفسد في الارض. وانت ارض ايها الانسان، انت ارض، فمن دخل في جسم الانسان شيء يفسده افسد في الارض. واضح؟ بقى من المفسدين في الارض، فاللي بيزرعوا الاعضاء مفسدين في الارض في صورة اطباء، وهي الارض اللي بيشتغلوا فيها بيفسدوها. ايه هي؟ جسم الانسان. بيدخلوا جسم الانسان يهجموا عليه ويحطوا حاجة غريبة عنه ويبتدوا يغموا جسمه كله ومناعته كلها بادوية غريبة الشكل عن هذا الجسم وسامة، ويدوها له كل شهر، لو فاتوا جرعة الجسم يطرد العضو، لو فاتوا جرعة واحدة. شفت قد ايه الخطورة؟ الدم فضلة زي التفة كده مش عضو، الدم فضلة وليس عضو. فهمتني ازاي؟ احنا بنتكلم عن الاعضاء لانه بيتجدد، ده الانسان بياخده فترة الازمة وبعد شوية بيتكسر في جسمه ويترمي ويعمل دم جديد من عنده بتاعه برضه، مش هيعيش فيه الدم الغريب، هيعيش فيه فترة بس ان يعديه فترة ازمة النزيف وبعد شوية يتجدد، واخد بالك؟ لكن نقل العضو حاجة تانية. ف
والله تعالى اعلم. لكن ده رأي اللي قاعدين بيه عند الله لما قابل ربنا اقول اه يا رب انا كنت شايف ان نقل الارض حرام، وادلته من الفقه انه لا يجوز التبرع بالعضو لان الانسان لا يملك نفسه، دي اول حاجة، ولا يجوز ان يبيع نفسه، فان كان لا يجوز ان يبيع نفسه يبقى لا يجوز ان يبيع بعضه، وان كان لا يجوز ان يبيع بعضه لا يجوز ان يهب بعضه، لان ما لا يجوز بيعه لا يجوز هبته. شفت القواعد المؤصلة ماشية ازاي؟ يلا يا سيدي، اعلام اهل الاسلام بان نقل العضو حرام. طب يقول لك اصله هيموت، ما يموت ايه يعني؟ مرحبا بالموت. هو الطب وظيفته يمنع الموت؟ الطب ليست وظيفته منع الموت. احنا اتعلمنا حتى في الكليه، انا طبيب بقالي جراح بقالي 35 سنه. يعني انا اصلا عايش في وسط العيانين ليل نهار. الطب ليس وظيفته منع الموت. لكن وظيفة الطب المحافظة على الصحة ما أمكن، المحافظة على صحة الإنسان ما أمكن. فإن لم يمكن المحافظة على الصحة وعلاج المرض فالتعايش مع المرض على الأقل دون التعرض لمضاعفاته، لكن ليست وظيفة الطب منع الموت أصلا. فلما يجي يقول لك ما احنا لو ما زرعناش العضو هيموت، طب ما يموت، ما هو أصلا الطب ليست وظيفته منع الموت. واضح؟ لأن الكلمة دي بتليق خيل على العوام. وبالفعل كل الإحصائيات عند المرضى اللي اتزرع لهم أعضاء واللي ما اتزرع لهمش أعضاء نسبة الوفية ثابتة في الاثنين، يعني لم تتأثر نسبة الوفيات، لكن تغيرت طبيعة الحياة بس. إن اللي اتزرع عايش حياة بطريقة معينة واللي ما اتزرعش عايش حياة بطريقة معينة، لكن نسبة الوفية هنا في المجموعة دي هي نسبة الوفية هنا، فدل على أن زرع الأعضاء أيضا لا تؤثر على طول العمر، لكن تؤثر على طبيعة الحياة. واضح؟ فحكاية الايه؟ اما يقول لك اصله هيموت، يقول لك ما يموت. وعابوا على الشيخ الشعراوي لما قالوا له كده، قالوا له ما هو ممكن يموت يا عم الشيخ، قال لهم ما يموت ما يجراش حاجة، ما احنا كلنا هنموت. قاموا روزا يوسف كتبت مقالة يتذم في الشيخ الشعراوي، وكتبوا كلام ما قالوش الشيخ، قالوا الشيخ الشعراوي يقول اتركوا المريض يموت، هو ما قالش كده. ما قالش اتركوا المريض يموت. لكن ده كان بيرد على مقابل سؤال بيقولوا له ما لو ما زرعش الاعضاء هيموت، يقول لهم ما يموت ما يجراش حاجه لان وظيفه الطب ليست منع الموت. واضح؟ كلام واضح كده رائق. ما لو كان وظيفه الطب يمنع الموت كان الاطباء ما تموتش من باب اول. ده انا حضرت في القصر العيني من عده سنوات، من اكثر من 25 سنه كنت لسه في نيابتي، وجراح كان بيعمل العمليه المريض، الجراح جاله ازمه قلبيه نزل العناية مات، والمريض اللي بيتعمل له العملية دكتور تاني دخل عمل له العملية والمريض عاش، والطبيب اللي كان بيعمل العملية مات ما كملهاش. لأن أصلا الموت ده ربنا سبحانه وتعالى جعله سيف على كل الخلق، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لكل داء دواء إلا الهرم والموت، لكل داء دواء إلا الهرم والموت. فالحكاية سهلة واضحة. لكن على اي حال ايه يعني، ادي احنا دخلنا في موضوع ده جاي منين بقى؟ من كلمة ان كل ما يباع يجوز السلم فيه ويجوز هبته، وكل ما لا يباع لا يجوز السلم فيه ولا يجوز هبته. واضح؟ فيخرج بذلك ما لا يصح بيعه كأم الولد والمكاتب والمبيع قبل قبضه، وهذا في بعض النسخ. دي اشياء امثله للتي اشياء التي لا يصح بيعها. طبعا نحط احنا مثال تاني، والاعضاء من الانسان الحي، اهي دي مثال حي في العصر بتاعنا، كان لا يخطر في بال الشيخ البيجوري ايامه. ادالك امثله موجوده ايامه، احنا ما كان ممكن نحط امثله موجوده ايامنا. فهمتني ازاي؟ هو ايه الامثله اللي قايلها؟ ام الولد، يعني اما واحد يبقى عنده امه وعاملها معاملة الزوجة فعاشرها معاشرة الزوج لأنها ملك اليمين، فأنجبت ولدا، والولد هنا مقصود به بنت أو ذكر، ذكر أو أنثى يعني، يسموها أم ولد، هذه تكون حرة بموت وإيه؟ سيدها، بمجرد موت سيدها صارت حرة. فيبقى ما ينفعش أبيع أم الولد، لأنها صارت وقف خلاص. وقف على سيدها بمجرد موته تحررت. واضح؟
كل الخلفاء العباسيين امهم ايمان. كل الخلفاء العباسيين على مدى 600 سنة امهم ايمان، وتحقق فيها قول النبي في الساعة ان تلد الامة ربها او ربتها، وبالفعل الامة ولدت سيدها، الامة بابنها خليفة بقى سيدها، مش كده برضو؟ فحديث النبي تحقق ان تلد الامة ربتها او ربها، مش كده برضو؟ فيبقى لا يجوز بيع ام الولد، ولا يجوز بيع المبيع قبل قبضه. يعني انا الوقتي اشتريت منك سيارة ولسه ما قبضتهاش وما خدتش منك المفتاح، ما ينفعش ابيعها قبل ما اقبضها لان ما زالت في حيازتك، اديها لي الاول وبعبيعها. فهمتني ازاي؟ فلا يجوز بيع المبيع قبل قبضه. وكذلك المكاتب، العبد اللي هو بيقسط ثمنه على سيدي اقساط ما ينفعش ابيعه، لانه صار خلاص موقوف على اقساطه، واضح؟ اسمه المكاتب. الأسئلة الخارجة عن الموضوع نخليها بعد الدرس. وهذا في بعض النسخ ومستدرك، لأن ذلك معلوم من كون السلم نوعا من البيع، لأن احنا عندنا في الشافعية وجهين: هل السلم عقد من أنواع البيوع له شروط مخصوصة، ولا هو عقد مخصوص باسم السلم؟ وجهان. وجه يقول لك انه عقد مخصوص باسم السلم وليس عقد بيع، وده الراجح والمعتمد عليه المذهب. وفي وجه ضعيف انه عقد بيع ولكن له شروط مخصوصة. وقوله مذكور في قولي اي بقولي، ففي بمعنى الباء، فاندفع قول بعضهم لا يخفى ما في نحو هذه الظرفية من التسامح، ولم تدخله النار بخلاف ما دخلته الشمس فيصح السلم فيه. هنخلص الساعة 9 بالدقيقة، فاضل 10 دقايق. الصبر جميل، بس لدروس الفقه الناس ما بتستحملهاش لأنها إيه، عنيفة. آه والله، مش زي الوعظ بقى. دروس الوعظ يقول لك كان في راجل كده، مش قصص بقى، الحكاوي دي الناس ما تشبعش منها. الوعظ والحاجات دي جميلة، إنما الفقه يعني لأنه في تشغيل المخ بقى، الواحد كل شوية يبص الساعة ابتدى يشوف الجرس هيضرب والحصه تخلص ولا لا ويمل. لكن خالف النفس والشيطان وعصهما وانهما ما حضاك المصحف التهمي. يعني لو قال لك يا عم قوم يا عم ركبك وجعتك، والجدع ده قاعد بيدينا امثله غريبه، احنا ما ده بمكاتب وام ولد وحاجات غريبه كده قاعد بيقلب دماغنا فيها. انا ببني فيك الحس الفقه، بدي لك امثله عشان اربي فيك التفكير الفقه بس، لكن ما تقفش، لا تقف على المثال، ولكن شوف المغزى منه. وعشان كده لابد من دراسة أحكام بيوع الرقيق في زمن لا رقيق فيه، عشان انت هتستفيد من هذه الأحكام أقيسة كثيرة تفيدك في عقود جديدة حصلت في هذا العصر ما كانتش موجودة في أيامهم. فمهم ان الفقيه يقرأ كل حاجة، ما يقولش ان ده مش مهم مشطوب، اصل ما فيش اقطع الصفحه دي، لا اصل ما فيش جهاد ارمي الورقه دي، ما فيش، ما ينفعش كده، ما فيش غنائم ارمي تقسيم الغنائم، ما فيش فايق بلاش دراسه الفايق، ما ينفعش كده. الطريقه دي ما تنفعش يا طالب العلم، لابد تاخد دينك كده على بعضه علشان تبقى فاهم ويبقى في توريث للعلوم. يعني ما فيش الوقت جهاد ولا غنائم، لكن طب لازم نتعلم الغنائم عشان لما يجي عصر في جهاد يبقى في علماء عارفين ويبقى بنورث، على الاقل توريث للعلم. ايه اللي بنستفيد به الان تستفيد به الاجيال اللي بعدنا، واضح؟ لكن لما نموت العلوم ونقول اصل ما فيش خلافه يبقى ما فيش داعي نقرا احكام الخلافه واحكام الاماره واحكام، لا ما ينفعش، لازم نقراها عشان افرض المسلمين ارادوا في يوم من الايام يبقى ليهم حاكم واحد، تيجي بقى ايه رابطة العالم الاسلامي ورابطة العلماء يقعدوا عارفين الاحكام يضبطوا الجلسة ويضبطوا ازاي يختاروا خليفة، لانهم عندهم علم ازاي تنضبط الامور وايه الشروط وهكذا. كل ده قاعد بس بديك مسكنات عشان تصبر العشر دقايق دي، معلش بات منهم خمسة، اديك مسكنات تاني الخمسة تانية.
بيقول لك قوله ولم تدخله النار بخلاف ما دخلته الشمس فيصح السلام فيه، وقوله لإحالتي أي تحويله ونقل من حالة إلى حالة أخرى، وقوله بأن دخلته إلى آخر تصوير للمنفي وهو أن تدخله النار لإحالتي، وقوله لطبخ أو شيء أو أي أو قلي أو خبز فلا يصح السلام فيما يطبخ كاللحم أو يشوى كالبيض أو يقلى كالزلابية. الزلابية اللي هي إيه؟ لقمة القاضي، المصريين سموها لقمة القاضي مش كده برضه؟ وساعات يسموها صوابع زينب، في نوع تاني عملوه موديفيكيشن يعني تعديل للزلابية فسموه صوابع زينب. زينب دي فين؟ ما يعرفش، لكن هو سموها صوابع زينب وخلاص، بيتباع والله زي ما في أكل اسمه أم علي، لكن ما فيش أكل اسمها أبو علي، في أكل اسمها أم علي. كالزلابية أو يخبز كالخبز، والمراد به كل مخبوز كالكنافة والقطائف بخلاف، أشوفت جبت لك حاجات حلوة إزاي؟ فتحنا نفسك، بخلاف الإيه؟ القرص، فيجوز قرد الخبز بخلاف القرض، يعني لا يجوز السلم فيها لكن يجوز القرض، لا يجوز السلم في الحاجات دي لكن يجوز فيها القرض. إن أنا أسلفك رغيفين عيش وأما تخبز تبقى تسلفني رغيفين، ترجع لي رغيفين العيش، ما يجراش حاجة، القرض ممكن. بخلاف القرض فيجوز قرض الخبز وزنا لا عدا، بالوزن، مش هديك انا رغيفين عيش حلوين كده زي بتوع زمان بتاع جدي وجدك، وبعدين تديني انا رغيفين من بتوع الحكومه اللي هي قرص اسبرين تحطه كده وتبلعه في بقك، ما ينفعش ده، يبقى لازم بالوزن بقى. لو هنقرض خبز يبقى ايه؟ نقرضه بالوزن مش بالعد، واضح؟ لعموم الحاجة إليه. وفي الكافي أنه يجوز عدا وعليه عمل الناس الآن، لكن المعتمد الأول وزنا. وكذلك يجوز قرض الخميرة لعموم الحاجة إليه، ولا يصح السلام فيها لاختلاف حموضتها. قول فإن دخلته النار للتمييز مفهوم قول لإحالته، وقول كالعسل أي النحل لأنه منصرف إليه اللفظ، لو قلت العسل كده وأطلقت يجي في بالك العسل النحل على طول مش أي عسل تاني عند الإطلاق، فيصح السلام فيه لأن ناره لتمييزه من شمعه. ومثل السكر والفنايد وهو عسل القصب اللي احنا بنسميه عسل اسود، احنا بنسميه ايه؟ عسل اسود ومنيل، ولا عسل اسود بس؟ عسل اسود بس، يبقى يسموه ايه؟ ده جاي من مصاصة القصب. والدبس، والدبس ده موجود كده برضو تلاقيه في الصعيد، تلاقيه معمول كيزان كده وبيتباع برضو. والصابون واللبة والنشا أو النشا والسويق والفحم والخزف لأن نارها لطيفة، وقول والسمن لأن ناره لتمييزه من لبنه. ونقف على الرابع ألا يكون المسلم فيه معينا بل دينا، نقف عند هذا الحد إن شاء الله، نكمل يوم الخميس القادم إن شاء الله. اللهم علمنا وفقهنا ونورنا بأنوار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يسر أمورنا ويسر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحب وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا وسلم. تقدروا تمشوا وحجاوب السؤال ده بس، احنا كده خلصنا. ايوه، الصدقة انك انت يعني تبتغي بها الاجر وتكون للفقير، والتبرع قد يكون للغني وللفقير، وقد يكون للصلة لا للاجر، والهبة تكون أيضا لا يشترط أن تكون للفقير وقد تكون بثواب وبغيره، واخد بالك ازاي؟ بس في حاجة تانية؟ للشريف؟
نص الامام البيجوري ان الاشراف اللي هم يعني من آل البيت لا يجوز اصلا اخذ الزكاه ليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال انها لا تصح لهم الزكاه، لان ربنا عوضهم بالخمس في الغنائم لما توقف الجهاد واصار ما فيش خمس غنائم. فافتوا من حوالي 300 سنه ان الاشراف اللي هم نسلهم يعني يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم لهم ان ياخذوا من الصدقه وهي الزكاه لعدم اخذهم من ايه؟ من خمس الغنيمه. فان عادت الغنائم مره اخرى وعاد الخمس يحرم لهم ياخذوا. واضح؟ بس فنصوا على ذلك لان العله ايه اللي عفوا فيها من الزكاه بقت ايه غير موجود، وهي وجود الخمس من الغنائم. واضح؟ في سؤال هنا، هل يجوز في عمل الحكومي ان اتغيب عنه كل يوم خميس لتزامن ذلك مع وقت حلقة القرآن التي اتعلم فيها وايضا حلقات التحفيظ، حيث اني محفظة للقرآن وهذا اليوم هام جدا بالنسبة لي، وقد سعيت ان اتغيب مقابل خصم من الاجر ولكن لم يتعين لي ذلك لعدم توافر قانون يتيح لي ذلك، وحيث اني لا يترتب على غيابي تعطل للعمل وايضا مديري موافق على ذلك مقابل التزامي في باقي الايام، ام بذلك يكون اجري حرام؟ المدير مش موافق والمدير موكل من ولي الامر في ادارة مكانه يبقى جائز باذن المدير، انما لو هتمشي من ورا المدير اللي هو الموكل من قبل الحاكم في مراقبة انتظام العمل في هذا المكان يبقى كده اسمك مزوغة، يبقى حرام. واضح؟ لكن لو المدير موافق خلاص. طب ما انا شغال في الحكومة مثلا في مستشفى احمد ماهر، المدير يقول للناس كلها الدكتور يسري يجي وقت ما يحب وما يجيش وقت ما يحب، كويس انه بيجي اصلا، والله العظيم بيقول لهم كده، خلاص يبقى اروح براحتي، اروح الساعة 11 بس ايه بمشي بعد العمليات ان شاء الله اقعد العشاء بقى، ما بقولش بقى انا موظف الساعة 2 امشي، واروح اشتغل طلبوني الفجر اروح لهم، طلبوني في اي وقت بروح لهم، خلاص هو شايف انك انت بتؤدي وظيفتك في الفتره اللي انت متواجده فيها الكافيه، بحيث حتى لو غبت اليوم ده هتعوضيه في الايام اللي موجوده فيها، يبقى جائز ما فيهاش حاجه، ما فيهاش حاجه مش مشكله يعني. لكن ايه الناس تسال ايه والشيخ قال لها جائز، تروح تسال شيخ تاني يقول لها لا يجوز، تقوم تعيش طول عمرها متردده. يحبوا التردد، مزاج عندهم التردد. والله الورع باب واسع والفقه باب، يعني باب الورع ده كبير قوي ولا نهاية من ورائه، لكن احنا بنتكلم دلوقتي في درس فقه مش في درس ورع. الورع ان الانسان اي حاجة قلبه مش مستريح لها يبعد عنها ولو ده هيكلفه فلوس من جيبه، يبقى الورع ده حاجة تانية. انت المدير بيقول لك ممكن تستخدم مكنة التصوير في تصوير بطاقتك الشخصية لاستخراج الباسبور بتاعك، حاجة ملهاش علاقة بشغلك، هو يجيز لك ذلك، فهمتني ازاي؟ وانت شايف ان ده استخدام المال العام بطريقة لا تصح، ما تصورش يا اخي، هو قال لك لازم تصور، ما تصورش، يبقى من باب الورع ما فيش مشكلة. طب افرض ان فيها اسم، يبقى الاسم على من اجاز مش على من استعمل، يبقى على المدير مش عليك انت، لان هو مسؤول مؤتمن في مكانه، هو مؤتمن في مكانه. واضح؟ بس فالحكايه سهله، لكن لو هتفتح لنفسك باب الورع، باب الورع واسع لا ينتهي. الشيخ الخواص كان بيبيع زيت، كان بياع زيت اصلا، الشيخ ابراهيم الخواص اللي هو شيخ الشيخ الشعراني، وكان لما يجي يوزن الزيت يوزن بيكيل كده يعاير كده، فبيبقى الكوز فيه لسه زيت، يفضل يحطه كده ينقط. طب ما هو كده الراجل انا برجع النقط دي تاني، يبقى انا كده بغشه، فبقى يجيب قطنه ويقعد يمسح ويديله القطنه، فبقت شغلانه، بقت الناس تضحك عليه ويتريقوا عليه، ايه حكايه القطنه دي؟ يديله الزيت وقطنه، يقول له القطنه دي بقيه الزيت اللي كان بيه. فلما لقى ناس بتتريق عليه اشتغل في الخوص، ما بقاش بياع زيت.
الورع قلبه مش مستحمل حاجة زي دي، لكن الثاني شايف ان ده مما يتغابت فيه كثير من الناس ولا بأس به، وان الناس كلها متعارفة على هذا ومسامحة، والمسامح كريم والحكاية سهلة. لكن هو الحكاية دي هو مش بالحها بقلبه، خلاص مش بالحها بقلبك، مش انت سيب غيرك اللي بالحها، خلي امور الناس تمشي. فهمتني بقى ازاي؟ بس حكاية سهلة. سبحانك اللهم وبحمدك. في الصلاة الامام عشان الشرق الاوسط بيقول لك في الصلاة في التشهد الأوسط الراجل ميسي الإمام وقف، وبعد ما وقف وتلبس بقراءة الفاتحة قالوا له سبحان الله فعاد للجلوس، فما حكم الصلاة؟ إن كان عاميا أو لا يعرف الحكم أو ناسيا صلاته صحيحة، وإن كان يعرف الحكم متعمدا صلاته بطلة. طب افرض عارف الحكم وكان ناسي، صلاته صحيحة. واضح؟ افرض ما يعرفش الحكم وده الغالب، صلاته صحيحة لجهلي. طب وانا اعمل ايه وانا عارف الحكم وبصلي مأموم وراه؟ انوي المفارقة ولا اتابعه وكمل صلاتي. بس هو يبقى يذكر للسهو هو براحته، هو حيذكر للسهو اللي عمل زيه يمشي معاه، واللي صلوا وراه زيه جهل زيه يذكر للسهو زيه، ما هو امامهم خلاص. لكن انا لقيته وقف كده، وبعد ما وقف وتلبس بالفاتحة وانا عارف ان الحكم لا يجوز بعد التلبس بالفاتحة وهي فرض ان يعود للسنة، فعاد، فعرفت من حركته دي انه عامي ولا يجوز صلاة العالم خلف العامي. يبقى انا عرفت بالعلامة دي انه عامي، اروح ناوي مفارقة واظل في مكاني اقرأ الفاتحة واخلص صلاتي واسجد للسهو لعدم قراءة التشهد الاوسط، لان انا تابعت في القيام، ويبقى علي ان اسجد سهو برضه لان فاتني التشهد الاوسط، ويبقى صلاتنا صحيحه بنفسي وصلاته صحيحه له. واضح؟ لكن لو تبعته مع علمي بالحكم ومعرفتي انه عمي، يبقى هنا تبطل صلاتنا بس دونا عن سائر المصلين. فهمت؟ يبقى اللي عامل نفسه فاتك هو اللي هتبطل صلاته. انا بكلمك جد، فاحسن تهرب في الجهل يا اما تفر بنيه المفارقه. واضح؟ بس سهل. طب امتى يعود؟ امتى يعود؟ ما هو اصل القيام ده بيبقى مراحل، انا بقوم اهو الحاد. قالوا لي سبحان الله في اي مرحله من دي ليا ان انا اعود، وفي المرحله اللي انا وصلت لها اللي لو عدت بعدها تبطل صلاتي، اي مرحله؟ اذا كنت دي حته دقيقه من دقائق المذهب، واخد بالك؟ يقول لك اذا كان في ادنى حد الركوع له أن يعود، في أدنى حد الركوع له أن يعود. إيه أدنى حد الركوع؟ إن إيديك توصل تطول ركبك. أنا واقف أهو في المعتدل الخلقة. معتدل الخلقة اللي هي إيه؟ اللي هي دي مش طويلة قوي، في ناس وإيده عاملة كده فهي وصل ركبه، يبقى ده إيده طويل، ده مش معتدل الخلقة. معتدل الخلقة اللي هو لما يعمل إيديه كده ويقيس من أول صوابعه هنا لحد صوابعه هنا تطلع طوله، يبقى اسمه معتدل الخلق، يعرفها الترزية. حتى الترزية ما ياخد الناس يقول لك يا بنت ايديك طويله شويه، لانه هي خد طولك المخالف بتاعي يعرف على طول، يدربها يعرف انك انت ايديك طويله، ما يصيرش طويله يعني. يعني احنا بنتكلم على معتدل الخلق. معتدل الخلق اللي هو ايه؟ ادنى حد الركوع عنده ايه؟ عشان نقول له ده راكع، ان ايديه توصل لركب، يبقى ده ادنى حد الركوع. كويس؟ واكمل الركوع ايه؟ ان ظهره يبقى منبسط. ده اكمل حد للركوع، لكن ادنى حد ركوعه. يبقى لو تذكر وهو قايم لحد ادنى حد الركوع له ان يعود، بل يجب عليه ان يعود. واضح؟ ولا يسجد للسهو لانه ما تلبسش الحركه زي دي. واضح؟ طب افرض ان هو عدى حد الركوع، يعني ايده عدت بعد عن فخذه، بعدت عن ركبته، وقالوا له سبحان الله، يقول لهم استحم، يستمر. الحد ادي الحد. نفس الكلام ده في ايه؟ في دعاء القنوت في الفجر. عند الشافعيه عندهم القنوت في الفجر عامل زي التشهد الاوسط في الصلاه العاديه، يسجد له للسهو لو فات. عند الشافعيه كده قنوت الفجر عندهم يعني من ضمن الايه؟ الابعاد، مش الهيئات، من ضمن الابعاد اللي يسجد لها. طب انا دلوقتي قلت سمع الله لمن حمده، وبعدين جيت اهو ساجدا، واخد بالك ازاي؟ فافتكرت وانا في السكه
لو افتكرت وانا يعني ايه في ادنى حد الركوع ادنى مش يعني اقصى حد الركوع ايه اقصى حد الركوع ان ايدي توصل لنص ركوع واخد بالك يبقى في الحاله دي ليا ان انا ايه ارجع واقول الدعاء لكن لو بقيت عديت ادنى حد اقصى حد الركوع يبقى انا بقيت للسجود اقرب بقيت للسجود اقرب اسجد وما لا اسجد للسهو واضح فنفس الحكايه والله تعالى اعلم ما يجراش حاجه ما وصلنا بس تبقى مغلس على الشافعيه لكن الصلاه صحيحه